رسائل حلوة ودربوك في بيتي. احنا لسه معاكم للساعة 2، لسه الوقت طويل، هنلحق نقرا كل الرسائل ان شاء الله. وكمان منتظرين تليفوناتكم على تليفوننا 2575-6977. بشكر جدا استاذ حمادي ابراهيم الدواغرة، احلى صباح على حضرتك، كل سنة وحضرتك بكل خير. استاذ علاء محمد رسلان، كل سنة وحضرتك بكل خير، بشكر حضرتك جدا. استاذ عادل جمال محمد، والله ربنا ما يحرمنا منكم ولا من طلتكم الجميله، انتوا بوجودكم الجميل. استاذ صلاح الزيني، صباح الفل على حضرتك، كل سنه وحضرتك طيب، ويا سلام كل سنه والاذاعه المصريه بخير، يا سلام كل سنه وحضرتك بكل خير. كمان استاذ مصطفى سليمان نوار، كل سنه وحضرتك طيب. استاذ حمادي ابراهيم، والله الاذاعه كلها منوره بمستمعينها الجمال اللي يعني طول الوقت كده محوطيننا بمحبتهم الجميلة. أستاذ عادل جمال محمد، يا سلام والله العظيم، الرسالة دي أنا هصورها، يعني أنا هصورها، لأن بجد بشكرك جدا جدا على الرسالة الحلوة دي، أنتم اللي بتصنعوا البهجة الجميلة في حياتنا، بشكر حضرتك جدا. لولاكو، لولا مستمعين الراديو، ما كناش قدرنا نتحمس لأن احنا نقدم كل برامجنا، بشكر حضرتك جدا جدا. أستاذ عادل جمال، أستاذة أمل علي السيد، بشكرك جدا، كل سنة وانتي بكل خير. وفاء، وفاء هجاتها هي كانت بتنبهني، أنا معاك وأنا معاكوا في العيد، أحلى عيد والله يا فوفو. أستاذ حمدي يوسف، صباح الفل على حضرتك. أستاذ إيهاب شبانة، صباح الخير على حضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. أستاذ عمرو السني، الله، أهالينا في النوبة كل سنة وحضرتك بكل خير، وأهالينا في النوبة بكل خير، والسنة دي أكيد الفرحة كانت أكبر لأنه القطر اللي اشتغل من محطة مصر للنوبة كان يعني أعتقد يعني رائع رائع مباشرة، وأعتقد أن أنتوا إن شاء الله تكونوا مقضيين عيد جميل في وسط الأهل والأصدقاء. أستاذ عبد الحي علي، كل سنة وإنت طيب وبصحة وبسعادة يا رب. أستاذ عزام سعد، كل سنة وحضرتك بكل خير. أستاذ عاطف عبد الحميد، يا رب التوفيق لينا كلنا، بشكر حضرتك جدا. أستاذ حمادي إبراهيم بيرجعنا بقى للكورة، آه والله، بص الكورة والرياضة أحلى حاجة، بس مش بس نتفرج عليها، نمارسها. مش هكلمك كتير بقى في الرياضة لأن فتراتنا الرياضية هتكون قادمة على طول إن شاء الله. يا سلام يا سلام على الرسالة الرائعة، أنطونيو عصري، تملي طايرين بزهورك، دامت للملايين زهورك، يا رب دي إذاعة الشباب الرياضة بقى، بشكرك جدا والله، كل سنة وحضرتك بكل خير. أستاذ عبد الحي علي، إيه التهنئة الحلوة دي، كل سنة وإنت بكل خير وسعادة. أستاذ حمادي إبراهيم، الأهلي بصدد التقدم بالتماس جديد للجنة التظلمات باتحاد الكرة لتخفيض عقوبة إيقاف كهربا. هنتابع كل الأخبار الرياضية في فتراتنا الرياضية إن شاء الله. أستاذ عادل جمال، عيد سعيد على أحلى كروت معايدة، بشكر حضرتك جدا. والورود الحلوة، الله، الأبيض في الأصفر ده رائع رائع، كل سنة وإنتوا طيبين.